لا بنام ولا برد. الواحد بيحاول يفك نفسه بدل ما يتجنن. عندك حق. على فكرة انت ممكن اصلا تخلص الحان الالبوم كله وانت قاعد هنا. من فرحتك بيا يا اختي. معلش يا حبيبي. ربنا يفك سجننا عن قريب. تفتكري ممكن نخرج تلات ارباع المدة؟ ربنا يسهل، بس ده يعتمد على حسن السير والسلوك. يا رب. انتباه، قوموا تحركي تحركي. انتباه، لمي شعرك، اظبطي طرحتك، اقفلي صدرك. اهلا ملكة جمال التناحة، البت دي هنا بتعمل ايه؟ مش في الانفرادي ليه؟ تمام يا فندم، لسه واصله. تروح تاني تعيش هناك على طول. حاضر. قومي يا فندم. قومي دلوقتي. قومي يلا يلا. كله على سريره، انخمدوا، ناموا. حوش عرفت ان محمود خرج بالسلامه؟ الحمد لله. طب ما انتش ناويه تروحي تشوفيه؟ هو اساسا مش هيبقى طايق يشوفني عادل بعد اللي ماما عملته فيه. خلاص يا شرف، انت مش شايله نفسك الذنب ليه؟ انت عملتي له ايه؟ عارفه ذنبي؟ ذنبي ان بنت نور عز الدين. عرفتي ذنبي ايه؟ يا شرف والله محمود بيحبك، انا واثقه من ده. طنط سعاد مش طايقاني بعد اللي حصل، اكيد يعني ده رد فعل طبيعي للي حصل، واول حاجه هتطلبها منه ان هو يطلقني. سيبك بقى من الكلام ده كله، طنط سعاد قالت كده عشان كانت مصدومه من اللي ماما عملته. انا عارفه انا بقول لك ايه. يعني انت شايفه اعمل ايه دلوقتي؟ لازم طبعا تروحي لمحمود، محمود بيحبك. ما تعيطيش. اتفضلي اتفضلي يا ماما بالشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايدك يا اختي. شويه ميه بقى. اتفضلي. ايوه اتفضلي يا دكتورة. أنا مش عارفة أنا اللي دكتورة ولا أنت اللي دكتورة. اتفضلي. لا دي لجنة كبيرة قوي اللي كانت بتمتحني. اه والله. اه دكتوراه يعني. ونعمة بالله. الحمد لله الحمد لله. ايه يا اختي اللي أنا بسمعه عنك ده؟ ايه؟ ايه اللي أنت عاملاه والفضايح المصيبة اللي أنت فيها دي؟ ايه ده؟ عملت ايه؟ ولادك بيشتكوا مر الشكوى. في واحدة تعمل اللي عملتيه؟ تروحي تبلغي عن جوز بنتك ده كلام؟ مش كنت تتأكدي الأول؟ أصل أنت ما تعرفينيش يا دكتورة، أنا لو أبويا ركن في الممنوع أكلبشه. أيوه اعملي لي يا أختي فيها خبيرة. أيوه اعملي لي زي الكلاب البلوصية اللي دايرة تشمشم. أنا زي كلاب؟ ربنا يسامحك. انت عارفة هو بريء ولا لا؟ يا ماما هو في مجرم بيعترف بجريمته على رأي المثل، قالوا للحرام احلف راح حلف على طول. عاملة فيها خبرة قوي. انت كده بتجني على نفسك وعلى بناتك كمان.
أعمل إيه يا ماما؟ بحبهم قوي وبخاف عليهم، وأي حد يأذيهم ببقى هتجنن. ده أنت بقى هتعملي زي الدبة اللي قتلت ولادها. لازم تصلحي الموقف ده بأي طريقة. تفتكري ينفع؟ طبعاً طبعاً ينفع. أي حاجة تنفع لو فكرت فيها بعقلك. يا بنتي كبسي كويس. حاضر حاضر. أنا كنت أجيب واحدة من بره بقى. ما جبتيش ليه؟ ما جبتيش ليه؟ إيه؟ كده. أنت مين يا أختي؟ بتعملي إيه هنا؟ أنا مين؟ أنا نور. نور؟ فاطمة؟ لوزة؟ فاطمة؟ ايوه يا مسعد. يا ولاد انا جاي اهو، انا جاي اهو، انا جاي اهو، انا جاي اهو. انت هتغني ايه؟ فين فاطمه؟ وعايزه في ايه؟ انت مالك؟ انت ايه يا فاطمه؟ خلاص يا اخويا، يا فاطمه يا فاطمه. مفيش فايده. جوز خالتك عايزك يا فاطمه، جوز خالتك عايزك يا فاطمه. فاطمه ايوه يا خالتي. ايوه تعال تعال يا حبيبتي، تعال اقعدي جنبي. نعم يا جوز خالتي. خير؟ عندي ليكي خبر بمليون جنيه. والنبي صحيح كريم رجع؟ كريم ايه بس اللي رجع؟ ربنا يرد لامه حبيب قلب امه. يا ستي ما احنا ما قلناش حاجه، هيرجع بألف سلامه هو وابنه، بس مش هو ده الخبر. ايه الخبر فوزير رمضان؟ الريس سلامه الخشت، عارفينه طبعا، ابنه بقى عايد الخشت، مطرب الصاعد اللي انتوا عارفينه ده، طالب ايد فاطمة. ألف مبروك يا فاطمة. إنتي بتزغرتي على إيه؟ أنا مش عايزة أتجوز. مش عايزة تتجوزي ليه بقى إن شاء الله؟ ناوية تقعدي جنبي في البيت يا بت وتعنسي ولا إيه؟ ماله العريس؟ ده عريس لقطة، ده مفيش فرح شعبي فيكي يا بلد إلا لما الواد بيبقى مطلوب فيه. تتجوزيه وتعملي معاه دويتو، فرقة صغيرة كده على قدكم، تحتلي كل الأفراح الشعبية اللي في مصر. يا خالتي مش عايزه اتجوز، هو الجواز بالعافيه يا ناس. مالها البت دي في ايه؟ انا مش فاهم وبتزعق ليه كده؟ ده انا فاهم ان انا اول ما اجي اقول لك الخبر هتطير من الفرح. معلش يا جوز خالتي، اصل انا فقريه بعيد عنك، انا مش عايزه اتجوز يا ناس. عن اذنكم. ما بتفكرش في الجواز خالص؟ امال بتفكري في مين يا حبيبتي؟ بتفكري في كريم اللي سابك واتجوز؟ مش فاهم البت دي طالعه فقريه لمين؟ زي خالتها تسيب العسل وتغمس في المش بدودو. اه عمل تلاهي. انتي عارفه يا نور ان انا بحبك قد ايه، بس الموضوع ده انتي تسرعتي وغلطتي فيه. جايز انتي كراجل شرطة؟ نعم نعم. ايه راجل شرطة ده؟ انت شايفني قاعدة قدامك ودقني مخدرة؟ يا ستي ما اقصدش، قصدي انتي كسيدة شرطية يعني بيقودك الحس الامني، وده اللي خلاكي ما تعمليش اي اعتبار للقرابة. كان لازم تتحري اكتر وتعرفي انه ولد كويس وانا اعرفه ومحترم جدا. يا امجد، الممرضة بتوزع فلوس على الاستاف وتقول لهم الدكتور بعت لكم نصيبكم العمليه، وانا سمعته بيتكلم في التليفون وبيتفق على اتعاب العمليه، اشك ولا ما اشكش؟ لا يا ستي، ما يمكن اي عمليه عنده في المستشفى. كان بيتكلم مع المساعد بتاعه زي شغل العصابات كده، ده كان ناقص يقول له الفله في المنفله والمرت في قعر الحله يا ريس. انت اصلا شاكه فيه؟ ايوه، وسمعتي المكالمة وانتي شاكة فيه. لو تسمعي المكالمة من غير شك هتلاقيها مكالمة عادية جدا. زمان انتصار مهيجة الدنيا عليكي. انتصار ربنا يسامحها، الست دي هوايتها جمع المصايب، بتغير ريقها الصبح على سيرة الناس، بس مش مهم انتصار. بناتي بناتي عايزين يمشوا يسيبوني، اعمل ايه؟ سيبيهم انتي وامشي. والله فكرة. هذا كله.
هشوفك تاني اكيد ان شاء الله في إن شاء اي الله. وقت انا من المكان امن المكان يا ابني حبيبتي يا ماما انا خايفه عليها قوي يا شرف لا يا حبيبتي ما تخافيش امك زي الاسد هتقوم منها برضو ربنا يستر البلاوي اللي عماله تحصل لنا دي خير يا جماعه خير ولا تقلقوا ابو نسب ده عمره طويل وربنا هيطول في عمرها ان شاء الله لغايه ما تشوف احفادها يا استاذ امجد حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها ده والله ما شفتش دول ضربوا بالنار وجريوا زي الصاروخ طب ما فيش حد في الاوتيل عارف يلقط ارقام الموتوسيكل يا استاذ عمرو المجرمين دايما بيبقوا سارقين الموتوسيكلات اللي بيعملوا بيها الجرايم عندك حق يا فوتنا امجد لحظه تعالى اسحب اسحب هي الوليه دي كانت بتعمل عندك ايه في الاوتيل مش وقته انتصار محمود محمود الحمد لله مدام نور حالتها بقت مستقره الحمد لله انت هنا بتعمل ايه أنا اللي قلت له شرف والراجل كتر خيره جاي يجري سبحان الله سبحان الله يا حبيبي ليها عمر على ايديك الحمد لله تيجي منك انت يا محمود انت برضو يا حبيبي واجبك يا دكتور يا طنط يحتم عليا انقاذ حياة اي مريض انا بجد مش عارفه اقول لك ايه على العموم هي لما تفوق هينقلوها الاوضه بتاعتها تقدر تستناها هناك السلام عليكم سلام ايه واقفه ليه روحي الحقي جوزك ما تسيبوش في ظروف زي دي اجري اجري يلا يا شرف محمود يا محمود محمود انا عايزه اتكلم معاك كلمتين عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب في اللي حصل فعلا مالكيش اي ذنب ان جوزك يترمي في السجن ما تجيش تسالي عنه عشان مامتك اديتك اوردر بكده وبرده مالكيش ذنب ان جوزك يخرج براءه وما تجيش تقول الحمد لله على السلامه محمود ربنا وحده اللي يعلم ان انا كل لحظه كنت بتمنى ان انا اكون معاك بس انا كنت حاسه لا انا كنت متاكده ان انت مش عايز تشوفني بعدين كنت حوري وشي ازاي لمامتك هي اساسا مش عايزه تشوفني انت النهارده اللي جاي تنقذ امي بعد كل اللي عملته معاك انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي مش عارفه ولا جميل ولا حاجه ده فضل من ربنا بصي انت لو عايزه نكمل مع بعض يبقى تيجي تعيش معايا بعيد عن الشقه بتاعتكم وبعيد عن مامتك خالص وانا موافقه بس عايزك تديني فرصة بس لحد ما ماما تخرج من المستشفى وانا عندي استعداد اروح معاك في اي مكان انت عايزه ماشي ماشي معقول اللي انت بتعمله ده ما هو اما انت اتجننت اما عايز تجنني يا ماما يا حبيبتي انا واجبك كطبيب يحتم عليا ان انا كان لازم اعمل عملية يا سلام ما الدكاترة على قفا من يشيلوا يا أخي طب قول لي بقى بذمتك لو جرى لها حاجة في أوضة العمليات وماتت كان إيه اللي هيحصل والله كانوا هيلبسوك القضية ويقولوا إن أنت اللي قتلتها ماما إيه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده هو أنا واقف في أوضة العمليات لوحدي ما في حوالي 50 شاهد ودكاترة كبار كمان ثم الحمد لله يعني جت سليمة والعملية نجحت يا فرحتي يا خويا على فكرة بقى أنا النهاردة قابلت شرف واتفقت معاها إن هي هتيجي تعيش معانا هنا لغاية لما إن شاء الله نلاقي شقة بعيدة عن والدتها يعني أنا مش مصدقاك انت لسه مصر على العيله دي بعد كل اللي حصل طب ورحمه ابوك ما حوافقك المره دي على اللي انت عايزه لو السما حطت طبقه على الارض يا ابني يا ابني انا ما عنديش غيرك انت عايز تحرق قلبي عليك يا امي يا حبيبتي شرف مراتي امالها الذنب هناخدها بذنب امها يا اخويا ناخدها بذنب امها لان امها مش هتسيبكم في حالكم طب بالمناسبه دي بقى انا كان رايي يعني ان حضرتك المفروض تروحي تزوري امها اديك في وشك انت جننت يا ماما يا حبيبتي زياره المريض صدقه بس انا اللي نفسي اعرفه يعني مين ليه مصلحه
ان الست دي تتقتل. لا انا ماليش اعداء وما اقدرش اتهم حد، وبعدين مش العميده نور رصاصه تموتها. انا لو عايزين يموتوني بقى يفخخوا كل البدله. الف سلامه ليكي. يمكن في اي حد من المسجولات عند حضرتك ليكي معاه مشكله، او في طرق قديم بايت بينك وبين اي مسجول؟ طرق ايه؟ لا لا، حضرتك لو جيت السجن عندي هتلاقيه زي النادي بالظبط، انا والمسجونات كلهم انتيمي والله. ارجوك ارجوك يا ست العميده حاولي تساعدينا شويه. اظن انت قبل كده تعرضتي لمحاوله الاغتيال والرصاصه جت في حماد بنتك. ايوه بس الله اعلم الله اعلم انا اللي كنت مقصوده ولا لا. وعلى فكره المره دي انا كان معايا الاستاذ امجد. احنا جبنا الاستاذ امجد واستجبناه، هو قال ان هو ما شافش اللي كان بيضرب عليك النار، وكمان ما بيتهمش حد. كده كده امجد نظره ضعيف. على فكره انا كمان ما بتهمش حد. على العموم يا ست العميده احنا تعبناكي جامد واحنا اسفين ليكي. بعد اذنك. اتفضل. الف سلامه ليكي. الله يخليك. بس هنستاذنك تمضي على المحضر بس. امضي. طب امضي بذمتك يعني؟ شوف دراعي عامل ازاي. امضي ازاي انا؟ ايه يا ست العميده ده دراعك الشمال؟ هو ده الشمال؟ ايوه الشمال. شكرا. ميرسي يا ست العميده. لا تعبناك معانا جايبينك في حاجه صغيره. معلش المره الجايه في حاجه اكبر ان شاء الله. مع السلامه كتر خيرك. ميرسي ميرسي خالص. سلامتك يا نور. سعاد الله يسلمك. بصراحة آخر حاجة كنت أتخيلها إنك تيجي تزوريني. ليه ما تقوليش كده؟ طبعا إحنا لسه أهل وفي بيننا عيش وملح. كتر خيرك. شكرا. أنا صحيح جيت أطمن عليكي، بس غصب عني يا نور عمري ما هنسى اللي عملتيه في ابني. سعاد أنت ليه حاسة إن أنا حاطة ابنك في دماغي وأنا اللي لبست القضية؟ على فكرة والله كل الأدلة كانت ضده، وربنا بس اللي يعرف مشاعري ساعتها كانت عاملة إزاي. خلاص بقى ملوش لزوم الكلام، أنا بس جيت عشان أعمل الواجب والأصول. أصيلة يا سعاد، أصيلة والله. يلا أشوفك على خير. ما بدري أعزمك على كوباية فيتامين سي ولا حاجة. المثل بيقولك يا بخت من زار وخفف. قصدك يا بخت من زار وبستف. شكرا يا سعاد. سلام يا نور. مع السلامة. ألف شكر. ادخل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طمنيني ازيك النهارده يا ست الكل؟ كويسه الحمد. يعني ايه شاور سايبه جسمي كله وتبوسيني في الجرح؟ والله ما كنت اعرف. معلش معلش. شكرا شكرا. اقعدي بقى. خلاص خلاص يا حبيبتي وعشرة عمري. يا رب اللي فيك يجي فيك انا. بعد الشر عليك يا ستي، ولا انا ولا انت. روح قلبي. انا بس كنت عايز اسال، هي الست اللي كانت هنا دي تطلع مين؟ قرابة قشرية حتى في المستشفى دي. سعاد حماد بنتي. غريبة، ايه الخال الناطق البت سيدة ده؟ سيدة مين؟
سيدة هي دي تتنسي؟ المسجونة دي الوحيدة اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان، فاكراها؟ ايه ده يا سيدة؟ ايه ده؟ هيروين تاني يا بت؟ انا معرفش حاجة عن التذكرة دي يا سيادة الظابط. امال ده ايه يعني؟ مثلا نطت في السرير لوحدها؟ يا بت خليكي صريحة معايا، اصل اللف والدوران اللي انت بتعمليه ده مش هياكل معايا انا. معرفش يا سيادة الظابط، انتوا اصلكم متغاظين مني وعايزين تلفقوا لي يا قضية. يا نهار ابوكي اسود، انت كمان قللت الادب. خدوها على الحبس الانفرادي قبل ما نحولها تاني جنايات. تمام يا فندم، يلا قدامي خش. سيدة، الخالق الناطق، وانا اقول شفت الشكل ده فين؟ يا رب. ما تقعدي بقى خيالتيني كريم، انا قلقانه ومش مطمنه على ماما، دي بقالها كام يوم ما اتصلتش وكمان قافله التليفون. احسن. نعم. غريبه فعلا، مختفاء فين اليومين دول؟ بتعمل ايه يعني؟ انا مش مطمنه. بقولك ايه، ايه؟ طب هاتي التليفون اكلم امي اطمن عليها وبالمره نسال عليها. ايوه صح، عندك حق. طب قومي هاتي اللابتوب بقى ونشغل المزيكا الياباني. ماشي حاضر. بس كريم على التليفون، مش عارفه اسمع. سلمني عليه. يا سلم لكم عليه، ده في اليابان بيتكلم دولي. كيمو حبيب ماما، قلب ماما حبيبي. عامل ايه يا كيمو؟ مش زي مراتك يا حبيبي، والبيبي البيبي كويس؟ ربنا يكمل لها على خير يا حبيبي. الحمد لله كلنا كويسين. العميده نور، اوعى تجيبي له سيره حاجه يا ولاي. هو انا عبيط انا عشان اقول له حاجه؟ لا مش هقول له طبعا. حبيبي ما نعرفش عنها حاجه، ولا بتكلمني ولا بنكلمها. كويسه؟ دي زي القرده، دي صحتها تهد جبال يا حبيبي، دي بتبلبع مقويات كل يوم. ضمك اللي اسمها امك ال 24 ساعه بتعمل اكسرسايز. صحتي ما تجيش نص صحتها المزغوده اللي هي تعدم صحتها البعيدة. حبيبي ما تشغلش نفسك بصغائر الأمور دي، ركز في حياتك يا حبيبي. هي تلاقيها مشغولة ولا حاجة؟ بس مشغولة. اسأليه على ال اتش دي بتاعك كده، شوفي أخباره إيه. إيه ال اتش دي وأنا بكلم ابنك يا أناني أنت؟ هات هات هات. خد اسأله أنت. ألو. أيوة حبيب قلبي يا نور عيني، وحشنا. هلا، إزيك؟ عامل إيه في اليابان؟ مبسوط؟ بتغني لهم الأغاني الشعبية بتاعتنا ولا لأ؟ خلي بالك هيفهموها هم هناك، وخصوصا الحاني. الحاني يعني لازم تحافظ عليها هناك. طيب الحمد لله كويسين. فتنة هي سيدي معانا قاعده. تخيل تخيل يجي لها عريس وما توافقش عليه. ها اهي، خد عقلها. الو. ايوه كريم، ازيك انت حبيبي؟ وحشتني قوي. شفت يا كريم، حد يتجوز عايد الخشت دمه تقيل. وانت كمان شفته؟ اهو كريم مش موافق. مش موافق على ايه؟ احنا سمعنا حاجه. انت خدتي تليفوني يا حبيبتي واتزنقتي هناك، وانت وهو سيو 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 شرفنا. قلت له ايه؟ الو. ايوه يا كريم، هو اتجوز بالعافيه يعني؟ متشكرة قوي يا كريم، ربنا يخليك. تيجي بالسلامة. ماشي. طيب خلاص اوكي، سلام. هو انت ليه بقى ان شاء الله مش موافق على عريس ست فتنة؟ عشان انا مش بلعه، وهو تسيس عارفه من ايام ما كنا في المنطقة. يا سلام، وانت مالك؟ ما تسيبها تتجوز. انا مالي؟ انت اللي مالك. عندك حق،
انا مالي. المهم عرفوا حاجه عن ماما ولا لا؟ قالوا انها كويسه. بس انا برضو يا كريم قلبي مش مطمن. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه ليه. العلي العظيم اطلعي من دماغي بقى انت وامك، انا مش عارفه اعيش حياتي. اتفضلي خشي جوه. ربنا يستر. سلامتك 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 يا نور، الف سلامه والله. الله يسلمك يا انتصار، بشكرك يا حبيبتي عشان سالت عليا الفتره اللي فاتت. لا انت عبيطه ولا ايه؟ انت ناسيه يا نور ان احنا اهل ولا ايه؟ ما تنسيش كده. ها 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 ايه ده؟ دول المدير المستشفى بس. ارقصي ارقصي ارقصي. خلاص خلاص اقعد بعيد. انا كنت خارجه، انا كنت خارجه، انا مش خلاص خلاص سارينا يعني الشرطه مقصره على حنجرتك. ايه ده؟ جعوره فون الدنيا حقنة. قولي لي، هما ما عرفوش لغايه دلوقتي مين اللي عمل فيكي كده؟ الله اعلم الله اعلم. كان نفسي اعرف قوي عشان ابعت له جواب شكر. بضحك معاكي، فكيها بقى فكيها. بس انتي مش شايفه يا نور ان الموضوع غريب شويه؟ ان في ناس بتحاول تقتلني في نفس الوقت اللي في ناس عايزه تقتلك. اللي عايزين يقتلوكي وعارفين هما من رجاله نبويه التمساح، انما اللي عايز يقتلنا انا مين؟ مش عارفه يعني الموضوع فيه لغز غريب شويه كده. بس انت عارفه انا بشك في ايه؟ بشك ان اللي عايز يقتلني ويقتلك حد احنا عارفينه، حد قريب مننا بس احنا مش شايفينه. عموما الحادثه دي خلتني اعيد حساباتي في حاجات كتير قوي. وحل الغاز كانت محيراني. يا ترى مين اللي ورا قتل المأمورة؟ ايه ده؟ ده انا كنت فاكرة ان انتي ورا الموضوع ده علشان تنتقمي منها. بصي انا صحيح قرفانة من اللي خلفوها، بس اقسم بالله ما ليا دعوة بالموضوع ده. بصي يا تفيدة، بصراحة انا كنت فاكرة ان الواد زكي اخوكي هو اللي ورا الحوار ده كله. اه زكي؟ هو زكي ده يعرف يقتل فرخة؟ ده اخيب من الخيبة. الله، امال مين اللي ورا الحوار؟ طيب الله اعلم. ما هو زي المأمورة دي هتلاقي اعدائها كتير من اللي بتعمله في خلق الله. اه بس الحمد لله ان هما ما اتهموش حد فينا، كنا روحنا في ابو نكلة. يا ما حمامي ولع ويا حمامي الولعالي. وطنط عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ اه الحمد لله احسن كتير، هتخرج بكره ولا بعده ان شاء الله. قولي لي، هي عرفت موضوع شرف ولا لسه؟ اسكتي بالنبي يا طنط انتصار، انا قلقانه قوي، مش عارفه ماما لو عرفت ممكن تعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ هيبقى امر واقع وهتستقبله بصدر رحب، وخصوصا ان محمود انقذ حياتها. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نعمل زي محمود وشرف ما عملوا. يا سلام، ده انتوا تبقوا جدعان بصحيح. اخص عليك يا عمرو، بقى عايزه نسيب ماما في الظروف دي لوحدها؟ ده حتى امانه وكريم مسافرين. انا بصراحه بقى عداله بدات اخاف. ايه تخاف دي؟ تخاف من مين؟ من ماما يعني؟ لا طبعا، بس عارفه بحاول اجمع شويه حاجات كده مع بعض، حاسس ان في حد بيراقب العيله دي كلها. انت ناسي اللي حصل يوم فرحنا؟ وشمعنا احنا يعني اللي امهاتنا تعرضوا لمحاولات قتل؟ ولا اللي حصل للست ام كريم دي؟ دي يعني كانت هتروح في الرجلين. تصدق انا لسه قايله الكلام ده لنور النهارده في المستشفى. هو مفيش غير نبويه زفت التمساح. وايه علاقه نبويه تمساح بنور؟ لا الموضوع اكبر من كده، هو في سر وانا لازم اعرفه. بلاش 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 ده. نورتي البيت يا ماما. منور بيكي يا حبيبتي. اه يا بيتي يا حبيبي حبيبي، كنتش مصدقه النهايه الحمد لله. الف سلامه عليك. ايه كتفي يا بنتي كتفي، وانا طالع لي وحمه؟ دي رصاصه رصاصه يا ماما رصاصه. معلش يا ماما. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. الف سلامه. في ايه في ايه؟ انتوا مش مصدقين يعني ايه كل الطبطبه على الكتف ده؟ معلش يا ماما انا اسفه انا اسفه. ماما بصي بقى يا ماما، انا عايزاكي تقعدي في البيت وتستريحي، ما تعمليش اي حاجه، وانا وشرف هنشتغل خدامين تحت رجلك. اقعد ليه؟ ليه؟ ما انا زي الفل اهو. ليه؟ عشان حته رصاصه؟ انا ما يقعدنيش غير دانه مدفع، ولعلمكم انا نازله الشغل من بكره. شغل ايه اللي حضرتك هتنزليه من بكره؟ ازاي يا ماما والدكتور قالك تستريحي في البيت؟ يقول اللي يقول. الله،
ده بيعمل من الحبة قب. أنا كل يوم بتضرب بالرصاص، عارفين التشوهات اللي في جسمي دي من الرصاص؟ لعلمكم أنا ما بحبش الراحة، أنا لو استريحت أتعب والله. الحقوني. أنا شارع عليك يا ماما. رجلي ولا سكتي يا هدي يا هدي يا هدي على كتفي يا ديان يا بنتي يا حبيبتي يا الحنية ما بتجيش غير على الكتفي ده. أنا آسفة. ابعدي من قدامي، واخدة الغباوة من جوزك ريسبشن بيه. هو فين ريسبشن؟ مش باين يعني. حماتك خرجت من المستشفى. شرف وعدلة راحوا عشان يجيبوها النهاردة. يجيبوها على نقالة يا قادر يا كريم. بقولك ايه يا عمورة، مش ملاحظ يعني ان في حاجة غريبة كده بين ابوك وبين حماتك؟ قصدك ايه يا ماما؟ قصدي ايه، هو انت ما لاحظتش ان وقت الحادثة كانت قاعدة عنده في الفندق؟ اه صحيح. طب انتي ما سالتوش كانت عنده بتعمل ايه؟ هما اللي بيروحوا الفنادق بيعملوا ايه؟ ما اعرفش يا حبيبي، بس انا حاولت اجرجره في الكلام ما ادانيش عقد نافع. اصل هيكون بينهم ايه يعني يا ماما؟ بينهم ايه؟ انا ما اعرفش حبيبي، انا ست شريفه، انا ست محترمه، انا بتاعت شغله، بس هعرف منين؟ انا موضوع انها تروح تفتتح مصنع الميه ده فوتته بدماغي، كبرتي يعني. لكن انا اكتشفت بعد كده ان هما بيتقابلوا. تصدقي عندك حق، بس انا اللي ما كنتش مركز في القصه دي قبل كده. بصي يا عمري يا حبيبي، انا عايزاك تركز في الموضوع ده جامد جدا، وتقعد مع ابوك وتدحلبه في الكلام، ما تخليهوش يكروتك. لازم تعرف ايه الحكايه وتيجي تقول لمامتك على طول، فاهم؟ مش عايز، مش عايز اكل خلاص. كتفي رجع يوجعني تاني كده يا شرف. عايزه تسيب امك وهي عيانه. ألف سلامة عليك يا ماما. أسيبك ده إيه بس؟ حضرتك بس عارفة إن اللي حصل بيني وبين محمود بقى صعب قوي، وبقى مستحيل نعرف نعيش مع حضرتك هنا. يعني تسيب أمك كده وتترمي في حضن سعاد؟ سعاد إيه بس اللي هترمي في حضنها دي يا ماما؟ أنا رايحة أعيش مع جوزي. وجوزك عايش فين؟ في الهوا يعني؟ ما هو عايش مع عمه. يا ماما ده وضع مؤقت بس لحد ما نجهز بيتنا. يا بنتي دي حركات، ده هيقولوا لك كده وفي الاخر هتلاقي نفسك قاعده مع سعاد، وشوفي بقى سعاد هتعمل فيكي ايه. اللي حضرتك بتقوليه ده بس يا ماما، دي ست مجرمه انا عارفاها. مجرمه ده ايه يا ماما؟ يا ماما انسي السجن اللي انت عايشه فيه ده، قصدي اللي بتشتغلي فيه، وما تنسيش برضو ان دي حماتي. اي يا كتفي، وبتقوليها في وشي وبتخبطيني في كتفي. اي يا كتفي. ايه يا ماما؟ ده كتفك التاني بيسمع. هو بيسمع يا اختي، بيسمع في كل جسمي والله. طيب طيب يا ماما قولي لي ايه الحل؟ عايزه نخرب بيتي ولا اتطلق؟ لا ما تتطلقيش دلوقتي، لسه بدري. شرف هقول لك على حاجه، اعملي اللي انت عايزاه، بس خليكي فاكره وربنا شاهد عليا ان انا قلت لك بلاش تعيشي عندها، ويا رب كدب ظني يا رب. فاكره الست اللي جات لحضرتك من فتره؟ ست مين اللي كانت عايزه حضرتك في مساله حياه او موت؟ دي فين دي؟ واقفه بره. دخليها بسرعه وما تدخليش حد علينا، وانت اولهم. يا صباح الخير يا ست الكل. يا صباح الفل والورد، ازيك؟ انت كنت فين؟ تعالي تعالي، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي على كل المعلومات اللي انت اديتيها لي المره اللي فاتت. بس يا خساره يا ست الكل، كان نفسي يتقبض عليه. ياه، ده انت باين عليكي شايله منه قوي. وما شلش منه ليه؟ ده خد مني كل حاجه، حالي ومالي واحلى سنين في عمري، وفي الاخر رماني وراح اتجوز عليا. معلش يا حبيبتي، كله يتعوض ان شاء الله. قولي لي، هو فيه جديد؟ اكيد طبعا. خير؟ مش جالي تاني وكان عايز يرد لي عصمته؟ قال ايه؟ عايزني اكتب له البيت اللي فاضل لي من الدنيا باسمه، بس انا طبعا ما رضيتش وقلت له يستحيل ارجع لك بيا بعد ما غدرت بيا. ايوه تعالي بقى، تعالي اقعدي اقعدي كده، ريحي جدا كده ونتكلم على رواقه. اتفضلي اتفضلي. حاضر. هو رجع من امتى؟ من يومين بس يا ست الكل، وما بيجيليش غير في عز الليل، وقال ايه كمان متنكر. طب وايه بقى الجديد عنده؟ عرفتلك منه عمليه هيقوم بيها هو وحبيبه قلبك نبويه التمساح. وانتي يعني ازاي قالك؟ لا هو طبعا ما قاليش، اصله بعيد عنك وعن السماعين، غبي شويه. جات له مكالمه من راجل، وصوت الراجل ده كان عالي قوي، وانا سمعته وهو بغباوته افتكر ان انا ما سمعتوش. وانتي بذكاوتك
ايه بقى العملية امتى ان شاء الله؟ هقول لك على كل حاجة. قولي قولي يا غالية، قولي يا زكية. الحمد لله على السلامة يا فندم، نورت السجن، السجن كان ضلمة ضلمة من غيرك. أدينا بنرشد في الكهرباء، وحشتيني يا شهوار. بس أنت عارفة السجن كان وحشني جدا، ريحة الزنازين كانت وحشاني. ده السجن بصي 1000 واط كهرباء نور بوجودك، والنبي ما تغيبي عننا تاني سيادة المأمورة. حاضر حاضر. بقول لك يا شهوار، عبد المولى موجود بتاع الأرشيف؟ لا موجود، هيروح فين؟ في مكانه. يا سيادة العميدة، حضرتك بتدوري على ملف واحدة من 20 سنة. 20 ولا 30، هو الملف مات. صح يا عبد المولى، أنا عارفاك بتكافح الفران بالملفات. أنا محتاجة الملف ده ضروري جدا. طب حضرتك هي اسمها إيه؟ اسمها سيدة. دور في رفوف مقل، شوف هنا ولا هنا. يلا. حاضر. يا رب يا رب تلاقيه. طب حضرتك هي اسمها سيدة إيه؟ هو أنت عندك كم سيدة؟ دور في ركن السيدات. في ركن السيدات. يبقى حاضر. أيوة على مهلك. أيوة يا عبقري. معلش يا فندم الدنيا زحمة عندي. بس على فكرة يا فندم السيدات هنا عندي كتير، واضح إن أنا مش هلاقي الملف ده هنا طبعا. ليه بقى؟ ما أنا أقول لسيادتك، لأن كل 5 سنين الملفات بتروح على الوزارة. فمعلش يعني حضرتك لو محتاجة الملف ده ضروري قوي لازم توصلي مشوار لأرشيف الوزارة، بس لازم تكوني فاكرة اسم الست دي بالكامل. ما هو ليه بقى؟ أقول لسيادتك، أنا هقول لك عشان الموضوع يبقى سهل يعني على الموظف اللي زي حالاتي لما يجي يدور في الملفات دي. سهل في التدوير؟ وانا اللي كنت فاكره راسك كمبيوتر طلعت مهنك. خزلتني يا عبد المولى، خزلتني. مش ممكن يا فندم تفتكري اسمها بالكامل؟ يا عبد المحسن الكلام ده من 25 سنة، ده انت فاضل تقول لي هاتي لي الايميل بتاعها. جرى ايه يا عبد المحسن؟ انا لو اعرف انها هتهرب كنت حفظت الفاميلي نيم بتاعها. ايه ده مش طريقه. يا فندم انا اسف، بس انا عاوز اوصل لحضرتك معلومه ان المسجونات اللي هربوا في الوقت ده كتير جدا. لا ده كان زمان، دلوقتي عملنا باب حديد على السجن. انت بتقطمني يا عبد المحسن؟ دي الوحيده اللي هربت وما عرفتش اجيبها، وكنت صغيره كنت رائد. ربنا يعلي مراتبك يا فندم، وعلشان كده انا هعمل محاوله وباذن الله هتكون ناجحه، وهي ان انا هحاول اجيب كل ملفات المسجونات اللي اسمهم سيده وكانوا في سجن القناطر في الوقت ده. كده تعجبني. اعمل لي بقى كوبايه عدس بالجنزبيل وانا قاعده مستنيه. ايه العدس بالجنزبيل كده كده جاي، بس للاسف الشديد ان الموضوع هياخد وقت كبير. هياخد وقت قد ايه؟ ساعه ساعتين؟ ادينا قاعده، العدس بياخد وقت. يا فندم الموضوع مش هياخد اقل من اسبوع. اسبوع ليه؟ بتدور على سيده اعمال؟ دي مسجونه، مسجونه يا عبد المحسن. اقفلي الباب ورانا يا سوزي. ايه حكايتك يا عمرو بالظبط؟ هو التحقيق ولا ايه؟ يا بابا على عموره حبيبك برضو. يعني انت مش شايف ان علاقتك بحماتي بقت اوفر شويه؟ ده انا بعمل ده عشان مصلحتك. لا احب اقول لك بقى ريح نفسك، عشان لو بتعمل اي حاجه عشان هي ترضى عليا فمالوش اي نتيجه. ليه ان شاء الله؟ عشان حماتي هي ما اتغيرتش حتى بعد الحادثه. يوه ده حتى بعد الحادثه عادت وبقوه، خصوصا بقى ان هي مش طايقه روحها اليومين دول بعد ما محمود وشرف قرروا يسيبوا البيت ويروحوا يعيشوا ببيت امه. لا ضربه جامده قوي عليها. ها وشرف راحت ولا لسه؟ ماما. شرف جت. اهلا. انا عارفه ان حضرتك مش طايقاني، بس انا ماليش اي ذنب في اللي حصل، ولا حتى كنت اعرف اي حاجه. بص يا شرف، ابو محمود الله يرحمه مات وسابني وانا صغيره، كنت في عز شبابي، وكنا لسه يعني على قد حالنا، يدوب عندنا شركة حراسات صغيرة كده، وكان معانا شريك مطلع عينينا. بس ما همنيش، اشتغلت ليل نهار، نسيت نفسي، نسيت اني ست، نسيت الدنيا بحالها، وحفرت في الصخر عشان ابني مستقبل مش ليا، لا عشان ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. عشان كده ما عنديش اي استعداد النهارده إن أي حد يجي يأذيه
مهما كان هو مين. فاهماني يا حبيبتي؟ هو في ايه بالظبط؟ مش قادرة تنسى اللي ماما عملته. عمرك ما عرفتي تكدبي. انا كان قلبي حاسس. دار الحقيقة بس هي اللي عندها الصفق ده. والله ما انت راجعاله تاني، هجوزك سيد سيدو. ابوك عينه من حماتك. الموضوع ده لو حدايقك اعتذر عنه دلوقتي حالا. هجيب لحنجرتك قرار إزالة. ما تقف مع وجه تتكلم عادل. كل المدة دي عشان بتفوقي؟ بس! اديها دراعك تقضي فيه. مفيش حاجة شايلة الست غير رجلها. لا راجل بينفع ولا عيل بيسند.